اول مدرسه عندك ايه يا عم سايب؟ ما هو ده الموضوع اللي كنت عاوز افتحه. انت جاي تطلب ايه دي؟ بقول لك اول مدرسه هنعدي عليها ايه؟ ما هي دي المشكله، في اولاء امور ادوني جزء من اسم المدرسه وما قالوليش بقيه الاسم ايه. ازاي يعني الكلام ده؟ يعني اول ثلاث مدارس عندي السي اي اس والجي اي اس والاي اس سي. بص لو مكتوب جنبهم كاف اف سي يبقى انت ماسك ورقه العروض بتاع السوبر ماركت الطيبين اللي تحت منه. الطيبين؟ عايزني اقول لك ايه يعني؟ ما تقول لي حاجه مصر افهمها. شوف يا عزوز يا ابني اشجيني، عندنا مدارس رمسيس وفيصل للغات والاهرام التجريبيه وابو الهول الخاص، كله فرعوني كده، ما عندكش حاجه اغريقي؟ هي دي اسامي المدارس المتسجله عندي. طب بص اقرا لي انت اسامي الاولاد وانا هظبطهم على المدارس بتاعتي. باكينام السلحدار دي تنزل اي اس سي. بص انت خدها قاعده كده، باكينام بريهان مريهان حبهان، دول ينزلوا المدارس الانترناشونال، هم ثلاث حروف. طب والباقي؟ يعني دي محتاجه فكاكه، ينزلوا مدارس الحكومه عادي، بس وزع عم سيد الله يكرم اسمة العدل. ها احنا بنشتغل بما يرضي الله. لا تضع كل البيض في سلة واحدة. الله ينور عليك كابتن عبدول، في طالب بيقول مدرسته اس دبليو اس. اسمه ايه الواد ده؟ عنتر عتريس. لا ده هنزله مدرسة شبرا الثانوية بنين. ما هو بيقول على التانية دي. يعني انت هتصدق العيال وتكذبنا؟ روح روح يلا شوف شغلك امشي. اللي هو ايه؟ امشي بقى. ادي الاستيكه بتاعتي في البرايه. يوه ما تدخل شويه بقى. لا عايز اعجل الشباك. خلي انت بقعد جنب الشباك. اهتا 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 اهتا، انزل يا واد من على الكسوه دي فابريكه، ومش عاوزه حد يدق ركبته في ظهر الكرسي اللي قدام، احسن بيعدي. نهدى كده بقى عشان انا لسه ما خدتش الاستمورنينج بتاعي ودماغي فيها مليون سؤال. والسؤال لغير الله ما دل يا نعناع يا بنتي. بسيطر على العيال يا عم سيد. الطالبه علا اشرف. افندم يا عم سيد يا عسل. بطلي لماضة يا حبيبتي ويلا عشان تنزلي المدرسه. اطلع يا هيصه جيب لها شنطتها من فوق. بس دي مش مدرستي. ما هي اسمها مدرسه من طلب العلا سهر الليالي، وانت اسمك علا، ازاي بقى ما هياش مدرستي؟ عارف اولياء الامور بعتين لي مندوب بالنيابه عنهم ليه؟ يكونوش اكتشفوا اننا بننزل الولاد كل يوم في مدرسه شكل بشنطه شكل بلبس شكل. كل يوم اقول العيال هيرجعوا مفرهدين ويهمدوا ما بيحصلش. طب على اخر الاسبوع يتهدي حيلهم بردك ما فيش. انا متاكد ان دي كانت اليمين، مش عارف ايه اللي جابها هنا. العيال ولاد الذين دول شدوها حته شده. يا جدعان يا جدعان بقول لكم بعتين لي واحد يتكلم بالنيابة. يا فندم احنا اسفين جدا لو كان حصل اي لخبطه، صدقني احنا كنا بنحاول كل يوم الصبح نماتش العيال مع مدارسهم يعني، والموضوع كان مره يخيب ومره يخيب برضه عادي، واحنا مستعدين لاي تعويضات، بس مش عايزين مشاكل وحياه قلبك. مش فاهم حضرتك بتتكلم عن ايه. انا جاي اشكرك بالنيابه عن اولياء الامور وجايب لك ضعف المبلغ المطلوب. يا فندم ده واجبنا ومكلف حضرتك نفسك وجاي لحد هنا. طب كنت قول لي انا اجي لك مطرح ما انت موجود سعادتك. احنا الاول مره الولاد يرجعوا كل يوم مبسوطين من المدرسه. دول هم اللي بيصحونا الصبح عشان ينزلوا. معقول عنتر الشقي بيصحي حضرتك؟ ايوه. امال ما بينيمناش احنا ليه؟
شقي عنتر، شقي قوي. المهم انا جاي استسمحك ان كل جيراننا وقرايبنا عاوزين يشتركوا مع حضرتك والسعر اللي تطلبه. عارف سيادتك، اصل انا مؤمن بالتخصص جدا ومتربي عليه من صغري، علشان كده الطقم اللي معايا كلهم حاصلين على شهادات خبره في مجالات كتير جدا. عندك مستر عم سيد خبير شنط مدرسيه، يرفع الشنطه لفوق كده يقول لك الولد ده في سنه كام وجدوله ايه النهارده كمان. ياه، زي ما بقول لحضرتك كده. وهنروح بعيد ليه؟ ميس نعناعة مثلا، خبير التغذيه، تشم بق البنت او الولد من دول تعرف ان كان شرب اللبن ولا لا، اكل سندوتشاته ولا لا. عارف يا باشمهندس، مش في تلاميذ بيفضوا اللانشون من السندوتش وياكلوه حق؟ ياه، ممكن تعرف انه اكل اللانشون حاف كمان. اللانشون مين يا باشا؟ دي بتعرف الرغيف اللي اترمى ده ان كان بلدي ولا فين؟ ياه، على فكره الناس اللي معاك مشوا وخدوا اتوبيس المدرسه يا مستر عزوز. على فكرة دي طيارة مدرسة مش اتوبيس مدرسة، وانا ما اسميش مستر عزوز، انا الكابتن عزوز.